طبعا الدرايف ثرو هو الاول في المملكه، لكن باذن الله الان في اكثر من مشروع درايف ثرو راح ترى النور باذن الله في القريب العاجل. الارقام تتراوح حسب الحاجه، نبدا من 200 ونصل الى اليوم الحمد لله عندنا 850 موعد، فباذن الله ما راح يكون في اشكاليه، حتى لو اضطرينا نرفع العدد الى اكثر من 1000 ممكن نصل الى الغايه الاستيعابيه هذه.